موعدنا اخواننا وشعبنا بوعد هو اعتماد معيشتكم وحاجتكم ورفاهيتكم ورقيكم. الله سبحانه وتعالى اخذ بايدينا واروانا طريق الصحيح، واصبحنا قادرين ان نغير الصحراء الى جنان، واصبحنا قادرين ان نغير معيشة الإنسان من المعيشة الناقصة إلى المعيشة الراقية. وبدأ الاتحاد ينشر ثمراته، وبدأوا الناس يذوقون منه الذوق الطيب اللي تعطيهم أمل، وراوا فيها ما يسر الخاطر وما يدر على صاحبه بالخير. الحمد لله اليوم من مساندة أشقانا أصبحنا أثرياء في كل ما نحن نحتاجه في الساحة. نحن معكم، ما بنخف أبدا، بنجر بعضنا بعض وبنستعين بعضنا بعض على كل ما هو يفيد المواطن وأجيالنا ووطننا ويرفع مستوانا. سنبقى مستمرين مجتهدين في كل ما هو يسعدنا جميع، نحن وأخواننا وأبنائنا، ويبني كذلك مستوانا ويبقى بنانا، هذا هو طريقة في قوة وفي استهار وفي تقدم. المصير واحد، والحرص واحد، والمصلحة واحدة، والسعادة واحدة.